مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم. من سيدي الرحال، ياك انتم من سيدي الرحال ولا من نواحي؟ من سيدي الرحال. يعني الأم اللي تشد الابن ديالها وخوها في الحبس بتهمة ديال السرقة، واللي اتهمتهم هي زوجة الأب ديالهم. عندهم نزاع عائلي، وكنعرفوا في الأسر المغربية تيكون هاد النزاعات العائلية، ولكن هاد السيدة انتقمت لهم من الدراري، صيفطاتهم للحبس بتهمة ديال السرقة. كاين الدليل أن هاد الدراري كانوا في الدار حيت عندهم الكاميرا بالوقت بكل شيء. دابا هاد السيدة بغات توجه نداء للقضاء، نداء للمسؤولين، نداء للدرك الملكي انهم يوقفوا معاهم ويعطيوهم الحق ديال دوك الوليدات، خصوصا ان ما عندهم السوابق. يعني هاد الدراري حياتهم غادي تضيع بسبب شي حاجه انهم ما داروهاش نهائيا. يعني كنتمنى يتخذ هاد الشيء بعين الاعتبار، وكنتمنى هاد الام يرجع ليها ولدها وخوها على خير. السلام عليكم اختي. شنو المشكل اللي عندكم وشنو النداء عليكم؟ ديالكم السلام اختي. الناس ديال الجندار، الناس ديال القضاء، الناس ديال القضاء وسيدنا الله ينصرهم وسي الحموشين، بان بغينا الحق ديال هاد الدراري. هذا واحد خويا وولدي، ولدي عنده 18 عام، وخويا اتهمتهم المرت الاب ديالي بالسرقه. علاش اتهمتهم بالسرقه؟ اتهمتهم بالسرقه، بيناتهم عداوه، نزاع عائلي قديم. اييه قديم، بينه وبين خويا، وكانت كتحلف عليه، ديما تتحلف بانها غتصيفطو للحبس. راه كاين الوالد ديالي، كاين كلشي، كاين الشهود، كاين كلشي. نهار اللي حلفات عليه، حلفات عليه قدام الناس في العرس ديال اختي بانها غتصيفطو للحبس، وبقات هي هذيك تنتهمتهم بالسرقه. شنو تسرق لها هي؟ كتقول انا شنو كتقول؟ سرقت ليها 5 مليون الذهب، وبان خويا وولدي هما اللي دخلوا في الزمله. خوك ولدك كيمشيو عندها للدار؟ ما كيمشيوش عندها، خويا كيمشي عند حداكم هي ولا لا؟ بعيده منا. وخويا كيمشي عند الاب ديالي بعض المرات، ولكن ولدي عمره ما وصلها، ما كيدخلش عندها، ما كيعرفش دارها نهائيا. دابا قالت لك دخلوا، خونوا لي دخلوا مع الجوج ديال النهار، هزوا ليها الكوفر فيه الفلوس والذهب. عندها دليل؟ ما عندها لا دليل لا حاجه. كتقول لك الشهود، كتقول لك الشهود، الجيران ملي جابوهم تيقول لك الجيران، حنا غير سمعنا الدقان، سمعنا الخبيط، ما شناش. يعني ما كاينش دليل قاطع؟ ما كاينش دليل، ما كاينش. حنا عندنا الدليل، عندنا الكاميرا، الوقت اللي كتقول هي تشفرت، عندنا الكاميرا، عندنا التسجيل، عند ولدي شهود بان ولدي هذاك النهار كان صابح عيان، كان ناعس في الدار، وجا عند واحد السيد يصاوب لي واحد الموطور ديالو خاسر ليه، حيت هو تيدير سميتو تريسيان، صاوبوا لي. عندنا الشهود، عندنا كلشي، عندنا الادله، عندنا الكاميرا، عندنا الشهود، عندنا كلشي، ولكن حتى واحد ما بغى يتصنت لينا. فين ما كنديوهم، فين ما كنقدموهم، كيردوا لينا داكشي. واش الكاميرا تخدم بعين الاعتبار ولا لا؟ فاش كنتو كتمشيو عند الجندار؟ قال لهم خويا ان كاين تسجيل ديال الكاميرا عندي، وما حطوش لينا في الدوسي. الشهود تحطوا، ولكن ما عيطوش ليهم، ما سولوهم حتى حاجه، ما كاينش، ما سولوهمش. الشهود محطوطين وسميتو، والكاميرا ما تحطتش لينا في الدوسي. اختي كتقولوا لي ان نتوما الاخ ديالك ولدك ما عندهم السوابق نهائيا. ما عندهم السوابق، المشكل راه غدمر. ما عندنا السوابق اختي، وعمر لا ولدي ولا خويا، وحنا كلنا عمرنا وصلنا للمخزن ولا شي حاجه، ولا مشينا ولا جينا في هادشي. المرت الاب ديالي كانت كتحلف عليه من قبل، كتحلف كتقول لك انا حالفه كندخلوا للحبس. يعني هذا نزاع عائلي قديم. وحلفت. شنو بغيت تقولي لمرت الاب ديالك اللي كانت كتشوف هذا النداء؟ وطبيعه الحال غادي تشوف. شنو تبغي تقولي لها؟ يعني راه حشومه هذا الشيء اللي دار؟ قلنا لها حشومه، دوينا معاها وكل شيء، وهي قالت لك انا حالفه تنصيفطهم ب10 سنين، وكتحلف وكتعاود قدام الناس. ومن هذا المشكل عاود داتنا مشكل اخر، اتهمت الراجل ديالي والاخ ديالي هذا اللي بارك حدايا بانهم خونوا ليها ثاني بقره، وراهم ثاني صيفطتهم، راه نهار الاثنين غادي يدوزوا. كنقولوا لا لا، كنقول لا، خوك وراجلك جاو، جاو مع صحاب الدارات، دايرين هزينا في الكادي، وكيدوروا دار بدار، وصلوا عندنا الدار، هزوا راجلي داو، قالوا لي خونتي البقره. كيقول لهم ما خونتش، كتقول لهم خونتها، خونتي البقره حتى ونسيبك. يعني هاد السيده ديما زوجة الاب ديما هادي ما بغاتش تفرق علينا، ما بغاتش تبعد منا. يعني نتوما عطينا التقار؟ عطينها التقار وبعاد منا ما تنوصلها حتى حاجه، ما كنقربوش ليها. علاش صيفطت هاد الدراري للحبس؟ الاب ديالكم ما كيتدخلش، ما كيهضرش مع الزوجه ديالو، ما تيقولش لها الله يهديك. هي كانت كتحلف، هي كانت كتحلف على الاخ ديالي قدامه، كتقول لي بان حالفه تنصيفط ولدك للحبس، حيت الحق ديالها. هادشي اللي كاين. النداء ديالك شنو هو النداء ديالك للناس ديال القضاء؟ دابا هي كتقول لك عطيوني شحال من حاجه وندير لهم التنازل، باغا المقابل. ولات كدير لكم ابتزاز. قالت كتبوا لي الدار في سميتي،
الدار اللي عندها هي ساكنه فيها كتقول لك بغيتها وتعطيوني 6 مليون، ودابا ولات تقول لك عطيوني حتى هاد الدار الا بغيتوني ندير لهم التنازل، وكتقولها قدام كلشي، كتقولها قدام كلشي. ولات كدير لكم الابتزاز كتقولها قدام كلشي، قدام كلشي كتقولها، كتقول لك انا حالفه غادا عارفه الدراري ما دايرين والو، انا عارفاها مأكده وكيسمعوها كلشي كيسمعها. هذه اللي خاصها تتعاقب. اه كلشي كيسمعها. تلوح الباطل على الناس. قالت لك انا عارفه بان الدراري ما دايرين والو، بغيت نصيفطهم قدام رجال الدار ديال السيد رحال. هذا والاخ ديالك هو يقول الكلمه ديالو. خويا شنو بان لك الشيف اللي كدير لكم؟ السلام عليكم. السلام عليكم. بعدا كنشكروا شوف تي في على هذه المواكبه ديالها اللي جات عندنا. مرحبا خويا، شنو النداء ديالك؟ النداء ديالنا كنطلب من اخوك وولد اختك غادي. خويا وولد اختي ومن بعد انا ونسيبيت انا جبدتنا حنا. كتقول لك شفرتوا ليا ما شفرتوا، الدراري هما في الحبس ما دايرين والو. يعني دابا بسبب نزاع عائلي بينها وبيننا قديم، هذا الشيء كتنتقم دابا منا حنايا. وحال فاتت تنصيفطكم كاملين. حالفت عليا تا انا، قالت لي والله تنصيفطك لحقك على الدراري واخا ما داير والو. ودازت المده وهي خويا الرقم ديالكم ديال التليفون وشنو النداء ديالكم للناس ديال القضاء؟ كنطالبوا من حنا وصلنا، كنطالبوا من القضاء ومن سيدنا ومن الحموشي ياخذوا بهذاك الدليل اللي كاين. بغينا البراءه ديال الدراري، حنا ما دايرين والو الدراري، بغيناهم ينصفونا يعطونا حقنا، حنا بغينا الحق ديالنا، ما باغينش حاجه فوق الحق. بغينا على البراءه تاع الدراري، بغينا البراءه ديالهم. هذا الشيء اللي بغينا. 006 66 50 29 37. مشاهدي قناه شوف تي كتشاهدوا معنا بسبب نزاع عائلي، زوجة الأب لاحت الباطل على جوج ديال ولد هاد السيدة وخوها في نفس الوقت. يعني لاحت عليهم الباطل، تصيفطاتهم للحبس بتهمة ديال السرقة. كيقولوا الناس أن ما كاينش دليل قاطع، ما كايناش شي كاميرا كتثبت أنهم دخلوا لديك الدار وشفروا، وما كاينينش شي شهود اللي كيشهدوا أنهم شافوا دوك جوج ديال الأولاد دخلوا لديك الدار وسرقوها. في حين أن كاينين هاد الناس عندهم دليل ديال الكاميرا ديال الدار ديال بالتوقيت بالساعة بكل شيء ديال أن جوج ديال الشباب كانوا في الدار. كانوا في الدار يعني راه غادي يكون تناقض ما بين الوقت داكشي اللي عندكم في الكاميرا وداكشي اللي قالت ليا في المحضر. يعني كنتمنى الله يجازيكم بخير مشاهدي قناه شوف تيفي تبارطاجيو هذا اللايف، نداءنا يوصل للناس ديال القضاء. نتوما تابعين البرشيد ياك؟ محكمه برشيد سطات جنايات. سطات فين تدفعوا؟ سطات جنايات. حنا دابا شهرين 3 شهور ما عندنا حتى خبر. حاجه اللي كيقول لك خويا اخر مره مشينا عنده كيقول لك حنا غاديين وكلوا امركم الله. انا غادي، انا غادي قال لك مفيش قانون قالك حنا غاديين ضايعين. اختي حنا في دولة الحق والقانون، ولا ما كانش دليل حنا علاش درنا هذا اللايف باش ان شاء الله يكون حل. الحمد لله حنا في دولة الحق والقانون، كاين القانون فوق كل شيء. الا الدراري ما دايرين حتى شي حاجه راه غاديين يخرجوا بطبيعه الحال، خاصه ان كاين دليل اللي كيوقف جنبهم. يعني كنتمناو حنا من الناس ديال القضاء المحكمه ديال هي دابا كتقول لك اللي كيمشي كيقول لنا ملي كيشوفوا الوراق الملف تاع الدراري كيقول ما عندهم حتى حاجه. هاد الدراري ما عندهم حتى شي حاجه، راه خرج الدراري من الجلسه اللي جوا فين المحكمه ديال السطات. مني تيقلبوا مني كيمشيو كيشوفوا لا خلي الوثائق ما كيبانوش اي شي حاجه، كيوصل كيسولوا ولا شي حاجه الله اعلم كيرجعوا كيتسوقوا. شنو سميت ولادكم؟ شنو سميتهم؟ كريم منصوري ويونس العلاوي. يونس العلاوي وكريم منصوري. يعني كنتمنى والله يجازيكم بخير. حنا اللي كيشوف الملف كيقول لنا الدراري ما خصهمش يتشدوا، ما عندهمش حتى خصهم يتشدوا، ما متفوت عليهم والو، ما كاينش دليل قاطع. علاش هذا الشيء كيبقى في كل حال كتحرق؟ يكون كان الدراري دايرين نقولوا حنا، ولكن الدراري ما دايرينش. دابا بغينا عطونا على حقنا، عطونا حقنا، عطونا حقنا. كاين بصمات، علاش بصمات تا هما باقي ما خادوش؟ واصلا ما جاوش مثلا لقاو عندهم داكشي اللي تسرق؟ ما كاينش. جاو داروا لينا بحث هنايا وكلشي، ما لقاوش عندكم في الدار شي حاجه مسروقه ديال هاد السيده؟ قالت لهم كاينه عطا ديال الصنداله كيلبسها كريم. واش كاين كاينه صنداله وحده؟ واش هاد الصنداله؟ انا بغيت نعرف هاد الصنداله واش كاينه، هي اللي كاينه في المغرب كامل. أبار هادشي كامل. الوالد ديالي يومين قبل ما توقع الواقعه مشى للدار عندها كيقلب على رامي، ها هو يقول لي الله ينزل عليك المعنى. كيقلب قال لك اي فوا ضربت يدي ما بين السداسر جبدت لافيزيت تاع كريم. اجا شري تعال. علاش لافيزيت تاع كريم عندها؟ بلاتي علاش لافيزيت تاع كريم عندها تاع العينين؟ كانت هي الخطا يلاه كانت هي الشرابه وصيفطوا. كنقول لك جريو جريو تتعيا. شريف السلام عليكم. راه ما غاتشدوا حتى حاجه مني والدراري غيغرقوا بحالهم.
يعني حشومه الاولاد بعدا يمشيو باطل، وخاصه لان ما عندهمش الصوابق والدراري مازال صغار. السلام عليكم. السلام عليكم. انت السلام عليكم. ايه الجوج ديالها. شنو واقع مع مراتك؟ انا واقع هذا الواقع اللي وقعت عندي، لقيت عندها واحد الدليل في واحد التليفون ديالها. شنو هو الدليل؟ لقيت عندها واحد الفيديو مع واحد. مني قلت لها لحتو الدريه بنتي لهنا، مني لحتو جيت لهنا بغيت نهبطو لقيتها حيدتو. عاود جاوبتها في الواتساب، قلت لها هادشي اللي درتي صدقتي حرامية. قالت لي انا ماشي حرامية. واش دابا عندك مشكل مع مراتك؟ عندي مشكل مع مراتي في هادشي. بحال بحال بحال. وعلاش بغات تنتقم لك من بغات تنتقم ليا من ولدي؟ حنت فايت معها في شي نزاع وقالت لي شوفي الا ما طلقتينيش غنصيفط لك ولادك كلهم الحبس، ونصيفطك انت. كتبرر تقول لي واش السيده واصلين تاويا الطلاق؟ لا واصلين دابا، واصلين الطلاق دابا مؤخرا. مؤخرا ميما الاول كتقول لي طلقني ولا غنصيفط لك ولادك كاملين للحبس. وين طلقني؟ باش طلقني؟ طلقني وكتب لي الدار وبيع الطوموبيل، حيد لولدك ما يبقاش عنده، ولا طلقني. من لقيت عندها داك شي دراري عندي معاه ثلاثه ثلاثه البنات. كيقولوا تا هما في هادشي؟ هادوك متابعين المهم، تابعين المهم، راه دريه تابعين المهم. دابا شو انهم يصيفطوا خوهم للحبس؟ ما عندهاش شي دليل. هذيك النهار انا ماشي مسافر انا وياها، ملي جينا من التسافيره وهي هذيك النهار غاده وكتعطل فيا، قلنا لهم نمشيو لاكارت البرشيد ناخذوها بواحد ساعه ونص ولا ساعتين، دارت لي النهار كامل في هذاك. تعال ندوز عند بنتي باغي نشوف بنتي، من بنتي تعال دوزني لواحد السيد بن دريس، تعال عاودني 30 ناخذ الزيتون. من تعطى هي هذا الشيء بالعاني، هذا الشيء خطه مصايبه لينا، مصايبه من بكري. هذه سمعتي، هذه مصايبه من بكري، هي كتدرس في الخطه. في القضاء الناس ديال كنقول المسؤولين راه الدراري بارئين، راه ما عندهمش، راه شوفوا الميل فيه، راه ما فيه، ما فيه والو. الدليل على انهم كانوا في الدار، كاين عندنا الدليل، كاين الكاميرا. الدري لا ولد بنتي راه كان ناعس، راه جا السيد فيق وراه عنده الشهود. ولدي راه كان هنا خارج مع الوقت اللي خارج معاه، والوقت اللي داخل معاه، الوقت اللي عند التوقيت هي اللي هزوا له داكشي، راه ولدي كاين في الدار هنا. ها الكاميرات راه كاينه، راه كاين التسجيل ديال الكاميرا وكلشي. يعني ما بغيتوش هاد الوليدات يضيعوا؟ انا ما بغيناش هاد الوليدات يضيعوا، ما داروا والو، ما دايرين حتى حاجه. هي حلفت حلفتها وكتنفذ فيها، صيفطت الجوج الاولين، باغات تصيفط الجوج الثانيين، وهي حلفت علينا. هذوك جوج ودابا راه هو نهار الاثنين، هذا هو وراجلي بط الدري اللي مشدود حتى هو غتصيفطهم. وحلفت، هي حلفت تصيفط كل شيء، حلفت وكتحلف قدام الدارك، قدام الدارك قالت لك كتقول كتحلف كتشهد بان الدراري ما كتقولها قدام الدارك، كتقول هاد الدراري انا عارفهم ما دايرين حتى شي حاجه، يونس وكريم ما دايرين حتى حاجه، ولكن بغيت نصيفطهم قدام الجودان كامل وبغيت نصيفطهم. هادشي اللي كتقول. صافي الله يجازيكم بخير، بارطاجيو هاد اللايف باش هاد الشيء يوصل للناس ديال القضاء، يوصل للجندارم باش هاد الشيء يتخدم بعين الاعتبار، ويشوفوا ان الكاميرا كاينه، كاين الدليل القاطع، كاين كل شيء. يعني حشومه هاد السيده انها تبقى تصيفط الناس للحبس باطل. دابا الخوك وولدك من بعد راجلك وخوك عاوتاني واحد اخر، يعني حشومه هادشي. كنتمنى والله يجازيكم بخير مشاهدي قناه شوف تيفي، تبارطاجيو هاد اللايف يوصل للناس ديال القضاء ويتنصفوا هاد الناس وهاد الوليدات اللي كانوا اصلا ابرياء، كاين الكاميرا كاين كلشي، يخرجوا حيت ما يمكنش حياتهم تضيع في الحبس على قبل شي حاجه ما داروهاش اصلا. 066 50 29 37، هذا هو الرقم ديال هاد العائله. الله يجازيكم بخير، اتصلوا بهم وساعدوهم باش ياخذوا الحق ديال هاد جوج دراري، خاصه ان النفسيه ديالهم ما غاديش تكون مزيان حيت داخلين الحبس باطل. الانسان كي يكون 18 سنه راه مازال صغير. دابا شحال هما في الحبس؟ دابا كملوا شهرين. شهر اش من حبس بدا فيهم؟ ديال ستات. يعني كنتمناو الناس ديال القضاء ديال ستات يوقفوا مع هاد العائله وياخذوا هاد الشيء بعين الاعتبار وينصفوهم. الرقم هو 066 50 29 37. وهنا مشاهدي قناه شوف تيفي كنكون وصلنا لنهايه هاد البث، كنشكركم على حسن المتابعه، نتلاقاو في مباشر اخر. بالسلامه.